ما بين 1960 لغاية يورو 2024 في ألمانيا فارق كبير في الكرة الرسمية للبطولة، بس دايما كان في قاسم مشترك وهي إن أديداس هي الشركة المصنعة. قدمت ألمانيا الكرة الرسمية ليورو 2024 فوسباليبي أو بالألمانية حب كرة القدم. الكرة الجديدة هتسهل للحكم قرار التسلل بطريقة شبه آلية عكس البداية خالص. في بطولة أوروبا 60 و64 الكرة ما كانش عليها أي علامات تجارية، والظهور الأول لأديداس رسمياً كان في بطولة إيطاليا 68. اتطور شكل الكرة في بطولة بلجيكا 72 ويوغوسلافيا 76، وفي بطولة 80 في إيطاليا ظهرت كرة جديدة اسمها تانجو، لحد ما حصلت الطفرة الحقيقية في كرة بطولة اليورو 96 في إنجلترا. أخيراً صممت أديداس كرة خاصة لليورو، ومن بداية الألفية اتميزت كرة اليورو باللون الفضي لثلاث بطولات على التوالي، وكان أبرزهم كرة روتيرو في البرتغال سنة 2004، والأول مرة تم كتابة أسماء الفرق والملعب والتاريخ على الكرة في كل ماتش، وبدأت الكرة تكون مستوحاة من ألوان الدول المستضيفة بولندا وأوكرانيا 2012، ونفس الأمر في فرنسا 2016. وفي بطولة 2020 استضاف البطولة 11 ملعب في دول أوروبية مختلفة، وتم إطلاق اسم يونيفوريا على الكرة. انت بقى ايه اكتر كرة عجبتك في تاريخ اليورو؟